كانوا هناك مجموعة من الدراري صغارين كيلعبوا حدا واحد المنزل مهجور. شوية بقاو كيشوفوا في هذاك المنزل وباغين يكتشفوه من الداخل. وكانت شي إشاعة منتشرة كتقول أن هناك شي وحش لداخل تيعيش تماك، وحتى شي حد ما كيقدر يقرب لديك الجهة. واحد من ديك الدراري قال لهم بأن شي حد من البلدة ديالو دخل ديك المنزل وما رجعش. المنزل غير من الصورة ديالو باين أنه غادي يكون مرعب ومسكون وكيخلع، وأي قصة عليه غادي يصدقوها حيت يبان كله مقشر والنوافذ ديالو مهرسين، وجا في واحد البلاصة داير به غير الغابة. الدراري بيناتهم بداو تيتخاطروا وتيقولوا شكون فيهم الأول قادر يدخل ديك المنزل ويشوف هاد الوحش بعينه، وحتى شي حد ما قدر يدخل الأول وفي نفس الوقت باغين يكتشفوا. وهما مازالين كيتفاهموا بيناتهم شكون يدخل الاول، وصل عندهم واحد خونا بالدراجه ديالو سخفان وباين انه سمحوا فيه مع الطريق حيت هو الصغير فيهم. كيدور وراهم كلشي كيشوف الدري الصغير وتغامزوا عليه باش يدخل هو الاول. بغى يحتاج على هذا القرار ولكن بدون جدوى، وقرر انه هو اللي غادي يدخل ديك المنزل. وهاد الدريري ديما محقور وقال مع راسو هذه هي الفرصه باش يبرهن انه قوي. لحد الدراجه ديالو وقرر انه يتجه نحو الباب المنزل. كيفتح الباب غير بشوية والخلعة شداه وكيبان ليه غير الظلام لداخل، وبقى غادي فوق الأرضية المنزل اللي مصنوعة غير من الألواح، وكتصدر واحد الصوت راكم عارفين الصوت ديال اللوح وبالأخص من اللي كتكون قديمة كتحس به غادي تهرس بيك. من بعد كيسمع واحد الصوت ديال شي حد فوق منه، زاد تخلع كيدور باغي يخرج كيلقى صحابه في الباب كيقولوا ليه غير كمل. شجع راسه وباغي يبين لهم الشجاعة ديالو. سلام اخوتي، الا كنتي اول مره كتشوفني انزل وخلي شي اشتراك وشي كومونتير زوين، كتب فيه اللي بغيتي ولايك باش تشجعنا نكملو. وما تنساش تفعل الجرس باش يوصلك الفيديو. يلا نكملو الفيديو. وبدا طالع في الدروج بشويه بشويه، ملي وصل لقى دروج اخرين كيهبطوا لواحد الغرفه لتحت وكلها موسخه ومغبره، ولقى ازبال وشي كتاب على الجدران، وتيبان هاد الغرفه فحال شي مكان ديال الشمكاره كيجلسوا فيه. وشاف ايضا واحد الغرفه في اتجاه ديالو والباب ديالها مقفل، والنوافذ ديال هاد الغرفة كتبان من الخارج مقفلة بالألواح. الدري قرر باش يدخل ديك الغرفة. صحابو بقاو مصدومين كيفاش قدر يوصل حتى للداخل، ما بقاوش كيضحكوا عليه. وصل هاد خونا الباب وحط ودنيه على الباب ولكن ما سمع والو. نزل يديه على يد الباب ودفع بشوية بشوية وهو يتصدم وبقى تيغوت، ولكن كانت غير المشة نقزت ومشات. الدري رجعت فيه الروح وبدا كيضحك، ولكن ما جاي يكمل الضحكة حتى تهرست به الأرضية وطاح للطبقة اللي تحت منه. ومرة أخرى تهرست به الأرضية وسقط عاوتاني في القبو. رجع كله عامر بالغبرة، سقط من جوج طبقات متابعين، حس بالألم ولكن كيحرك صبعانه ما تهرس موقع له والو، كيحس أنه بخير ولكن الإحساس دياله طلع كاذب، لأنه حس براسه شي حد كيرفعه للسماء. بشوية بشوية فجأة جات عينه في الوحش، نصف رجل ونصف آخر آلة مصنوع من اللحم والحديد. خونا تخلع وبدا كيرجف من الخوف، لأن المخلوق كيشوف ليه في عينه مباشرة برأس من اللحم والحديد. دري مقدر يدير والو غير كيراقب الأصابع الوحش الحادة واللي كحيد ليه الأوساخ اللي على الرأس ديال الولد. دري خايف بزاف ولكن الوحش ما كيبانش أنه باغي آديه. في واحد اللحظة كيتسمع الصوت آلي يخرج من الفم ديال المخلوق وكيقول ليه هل أنت على ما يرام. الولد ما فهم والو ولكن المخلوق كيميل راسه لجهة أخرى وكيعاود نفس الهضرة. دري حاس بأن الوحش باغي يقول ليه شي حاجة وفهم أنه ما باغيش يأديه، وقال مع راسه واش هذا هو الوحش اللي كانوا كيخافوا منه الجميع. شوية المخلوق حاس بشي ضربة جات ليه في الراس، لح الدري من يديه كيدور كيلقى الأصدقاء ديال الدري ضربوه، جاو باش ينقضوا صاحبهم. واحد منهم جاي بسرعة باش يضربوا مرة أخرى ولكن قبل ما يوصل تهرست به الأرضية وطاح، وحتى الدراري سقطوا. بدا هاد الوحش بإصدار أصوات خطيرة وكيدير واحد الصداع بزاف، وبداو كيغطوا ودنيهم بشدة الصداع اللي كيشعروا به، لدرجة أنهم كيشعروا بواحد الآلم في الرأس ديالهم وكيحسوا أن الرؤوس ديالهم غادي تنفجر. في واحد اللحظة الوحش بان بأنه جمد في بلاصتو وما بقاش كيتحرك، ولكن صوته مازال. الدري قدر يوقف على رجليه
وداير يدو على ودنيه باش ما يسمع هاد الصراخ، وبقى غادي جاري وقصد الباب باش يخرج من هاد المنزل المشؤوم. واحد المرة جالسة كتقطع في الخضرة باش تصيب العشاء، وكتناقش مع بنتها على العطلة ديال الأسبوع فين غادي يدوزوها. فجأة كيدخل الدري الشجاع المنزل وكله أوساخ، كيقول الأم ديالو إنه الوحش في المنزل، إنه الوحش في القبو. في واحد اللحظة يسقط على الأرض والدم خارج ليه من ودنه. ضابط الشرطة كيتكلم في الهاتف مع شي حد كيعاود ليه على هاد الوحش الغريب، وكيقول ليه أنه غادي يرسل دورية لتماك. الضابط كيشوف حداه واش كاين شي حد، وكيجبد الهاتف الخلوي ديالو وكيتكلم مع واحد العامل وكيقول ليه صيفط الفرقة ديالك المكان المعلوم. وهاد العامل تابع للمنظمة SCP السرية المتخصصة في السيطرة على الكائنات اللي كتشكل خطر على البشرية. وصلت الفرقة لهذا المنزل وتم القبض على هذا الوحش، والمنظمة خرجت في تصريح كاذب كتقول فيه الحادثة ديال تسرب الغاز أدى إلى موت ديال الدراري صغار في المنزل، وخبت الحقيقة وداك الشي اللي وقع في ذاك المنزل. المهم ملي دابا تقبض على هذا الكيان أجي نتعرفوا على الأصل ديال هذا المخلوق الغريب. SCP-203 يقال أنه أصله بشري، وخا المظهر ديالو كيبان غريب ومختلف عن الأصل ديالو. هذا المخلوق كيبلغ الطول ديالو 2.5 متر وكيوزن 200 كيلوغرام. الهيكل العظمي ديالو ديال الإنسان تحيد وتم استبدال ديالو بهيكل نص حديد ونص لحم، وكيبان أنه تم التغيير على الهيكل الأصلي. تقطع لي على الجسد ديالو كتبين الحديد تحت من الجلد. توجد بعض الأجسام على الظهر كتبين بأنها مصنوعة من الليل. وتوجد على جسم هذا المخلوق بعض المميزات، فحال أنه تم تطويل المخالب ديالو إلى حوالي متر، وتم الإزالة ديال الشفاه ديالو، وكتبين أنه ما عندوش عظم في الفك، والجمجمة ديالو كتبان من الحديد ولحم وخاوية من الداخل، وجنب الفم توجد في الشكل ديال الأنياب صغاري ولكن باين. الأرجل أيضا تم التعديل عليها حيث تبان عنده جوج ديال المفاصل اللي كتعطي مظهر تشبه الكلب، وتم الإزالة ديال أصابع الأرجل وبدلوها بقطعة من الحديد الصلب. الصدر ديالو ما فيهش العظم وكيتمدد وكيتقلص في شي لاستيك، وتحيدوا ليه حتى ودنيه، ولكن واخا هكاك كيبان أنه كيسمع أكثر من الإنسان العادي. عينيه كيبانوا أنهم مازالين في بلاصتهم ولكن متبتين بالسلك من الجناب. قزحية العين ديالو ديما متوسعة وما كتأثرش بالضوء. وفي مكان الفم يوجد مكبر صوت صغير مغطي بشبكة معدنية قادرة تعطي واحد الصوت آلي في حال شي روبوت. الاختبارات بينت أن SCP-203 قادر على الفهم اللغة الإنجليزية، ولكن المفاجأة هي أن اللغة الأصلية ديالو هي العربية، وما عرفناش شنو باغا توصل المنظمة بهذا الميساج ديال اللغة. هذا الكيان ما كيحتاجش الأكل أو الشراب باش ياخذ الطاقة ديالو، ولكن عنده واحد البطارية موجودة داخل الجسم ديالو، وهذه هي اللي كتعطيه القوة والطاقة لمدة 42 ساعة. من بعد كيدخل هذا الكيان في سبات عميق لمدة 3 أو 4 ساعات، من بعد كيتسرجع أوتوماتيك 72 ساعة أخرى. جميع محاولات الفحص الـ SCP بالأشعة الخاصة والموجات الصوتية باءت بالفشل، وأدت المحاولة الجراحة الاستكشافية إلى تشغيل آلية الدفاع ديال هذا الكيان المميت، حيث ملي كيحس هذا الكيان أنه كيتعرض إلى تهديد بأي طريقة كيصدر واحد الصوت مرعب وخطير، وهذا الصوت كيأثر على الجهاز العصبي ديال الإنسان. وهذا الشيء اللي وقع مع واحد من فئات الدي ملي ضرب الـ SCP-203 وبشكل غير مقصود تصدر هذا الصوت. الشخص من فئة الدي شعر بواحد الحريق في الرأس خطير جدا، من بعد 15 دقيقة ديال الحريق بدأت يخرج الدم من الأذنين، ومن بعد نصف ساعة بدأ كينزف من عينيه، ومن بعد مدة قصيرة مات هذا الشخص. هذا داروا اختبارات أخرى عليه وكانت نتيجة أخطر من الأولى، ولكن هذه المرة تم الاحتفاظ بالشخص من فئة دي في الزنزانة ديال SCP-203 من بعد ما مات في الآخر. والـ SCP-203 توقف عن إصدار الصداع. جابوا جثة ديال الشخص من فئة دي ونزلوها حداه، وفاجئوا أنه حيد له العظام الشوكي دياله، ودخلوا عليه وتم الإيقاف وما خلوش يكمل العملية دياله. تبين أنه من الممكن أنه كان كينتج الحالات أخرى من الـ SCP-203 بهذا العملية هذه. داروا معاه مقابلة وتبين أنه ما عندوش واحد ذاكرة عن حياة القبلية دياله، وقال لهم أنه كيعاني من ألم شديد كيخليه يسالي له البطارية دياله، وقال لهم أنه ما كيتفكرش الأحداث اللي دار مع الشخص اللي من فئة دي، ولكن ما صدقوش وما كينش حتى شي طريقة تثبت الصحة ديال الكلام دياله، ولكن خصهم يبانوا أنهم متحاطفين معه وما يكذبوش، وديما كيقول لهم باش يعطيوه أدوية تخفف من الألم دياله، ولكن كيتم الرفض من طرف المنظمة. تم تصنيف الـ SCP-203 فئة يوكليد، وتم الحفاظ به في مستودع خاص، ويقوم موظفان من فئة دي بالمراقبة ديالو مجهزين بمعدات خاصة كتحميهم من الطنين ديال SCP-203،
وديما حارسه فرقة مسلحة ملي كيكون في جلسة معه. واش الـ SCP-203 ضحية إنسان عادي تحول هذا الكيان المرعب رغما عنه؟ وإلا كان بصح ضحية، شكون المسؤول عن هذا الشي هذا؟ ولا أنه وحش متنكر في جسم ضحية من الضحايا دياله؟ حتى لهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساوش لايك وكومنتير باش نقدر نكملو. كان معكم ريو 7، نتلقاو في فيديو جديد إن شاء الله.